السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن كيف نفتح جوجل أدسنس. أول شيء نذهب إلى جوجل ونكتب جوجل أدسنس، نضغط على الموقع الأول المكتوب جوجل أدسنس، يعني هذا أحد من متابعينا على الصفحة طلب يعني مني كيفية فتح حساب على جوجل أدسنس. فهذا الفيديو موجه إلى كل من لم يفتح جوجل أدسنس بعد. نقوم باختيار الإيميل الذي نفتح فيه جوجل أدسنس، وأول شيء يقول هل عندك فوتر سيت، يعني هل عندك يعني موقع، إن كان عندك موقع تقوم بإضافته. الخانة الأولى سنقوم يعني بوضع وي جسوير البلد، بعد ذلك نضع البلد ألجيريا، وبعد أن نقوم بالموافقة على الشروط جوجل أدسنس. جيلي جاكسبت لكونديسيون تدتليزي كما ترون. فتح معي يعني جوجل أدسنس بنجاح، هذا هو حسابي في جوجل أدسنس. الآن سنقوم بتأكيد المعلومات. أول شيء يعني تضع اسمك ولقبك، ثاني شيء الأدريس الخاص بك أين تسكن يعني بلي ديتاي، وبعد ذلك كود بوستال، يعني أوبليجي تضع كود بوستال الموافق لبلديتك أو قريتك، وبعد ذلك نيميرو التليفون. كما ترون فتح معي الحساب، يعني لا تنسوا بوضع كود بوستال، يعني عند وصولك لعشرة أورو الأولى سيقومون بإرسال كود لتفعيل جوجل أدسنس. وبعد ذلك نذهب، وبعد كما ترون الموقع يعني تم فتح الحساب من نجاح، لكن علينا أن نفتح موقع. هذا هو حسابي في ريزابوت، لكن بعد ذلك سنذهب إلى أدموب لكي نؤكد العملية ونؤكد جوجل أدسنس. تابع يعني الشرح حتى النهاية، لمازال ما اشتركش في القناة يشترك. وهذا الفيديو يعني خصيصا لكم، اقترحوا علينا مواضيع سنقوم بشرحها. سنذهب الآن إلى أدموب لكي نفعل يعني تفعيل جوجل أدسنس من أدموب، يعني موقع مساعد لجوجل أدسنس. هذا للتطبيقات. سنضع يعني الإيميل الذي فتحنا به جوجل أدسنس، يعني لا تضع لزيميل الذي فتحت به جوجل أدسنس. كما ترون معنا يقول لك البلد، الاسم يعني العملة الأورو، تاريخ يعني كما سجلت في جوجل أدسنس. تضغط على شروط جوجل أدموب، سيفتح لك هذا، ستضع لهم يعني وي تو، يعني قم بسيليكسوني وي كما فعلت في الفيديو. بعد ذلك ايتاب سويفون تقوم بادخال رقم الهاتف، يكون بلس 223 بالنسبه للجزائريين، وبالنسبه للبلدان الاخرى تقوم يعني بوضع الرقم بلس، بعد ذلك رمز في بلادك، وبعد ذلك رقم الهاتف، يعني تختار هل يبعث لك ميساج ولا ابل، يعني يكون هناك يعني روبوت يدير معك ابل. يعني اخطأت في رقم الهاتف، سنعود يعني فورمات، يعني سنقوم بإعادة رقم الهاتف، يعني غلط، نورمالمون ندير بلس 213، نضيف رقم الهاتف، درت 0، سنعيد بلس 213، بعد ذلك نضع رقم الهاتف، بعد ذلك نقوم يعني بوضع تلقي رسالة، بعد ذلك ندخل يعني نؤكد الرسالة برقم الهاتف. يعني من أدموب تقوم بتأكيد جوجل أدسنس.
وعند وصولك لتحقيق قيمتك 10 دولار يبعثوا لك، أنت تقوم بطلب البين كود الذي سيقوم بتفعيل الأدسنس لك، وبعد ذلك تتلقى دفعاتك من اليوتيوب. continue@acd.admob. تم يعني فتح الحساب بنجاح، ويعني تم ربطه مع جوجل أدسنس. كما ترون يعني تم فتحه بنجاح. يعني ادعمونا بلايك وبارتجي الفيديو لتعم الفائدة أمام الجميع، ولا تنسوا يعني كلمة يعني شكر يعني بالاشتراك بجمل الفيديو والتعليق.